السلام عليكم اخواتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتوما تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله بربي بغيت نشارك معكم هذه الوصفه تاع الصابلي. صابلي عادي، انا كانت عندي طلبيه وشاركت معكم الوصفه. هذه الوصفه سهله، مقاديرها مضبوطه، الشكل تاع الصابلي ما يتكمش ما يصغر ما تصرالو حتى حاجه، واهم حاجه انه بدون بيض، ويعطيكم كميه لا باس بها. يعني انا درت 150 غرام تاع المارغرين، طاتني حتى 35 حبه. نروحو نبداو مباشره في المقادير. نبداو بسم الله على بركه الله في المقادير. هنا عندنا 150 غرام تاع المارغرين. شوفوا المارغرين كي يكون الحمان ماذا بيكم ديروها في الفريجيدير، تشد روحها شويه عاد ما تخدموا بها. كون ديروها هكاك دايبه غادي يطلق لكم الزيت كي تبداو تشكلوا في الكاطو تاعكم. هنا درت 150 غرام تاع المارغرين، نعاود ناكد لكم. زدت معاها هنايا لافاني، انا استعملت لافاني ليكيد، درت تقريبا مغرف تاع اكل. نتوما تبغوا تزيدوا زيدوا. زدت هنايا رشه صغيره تاع الملح، ونجي هنا نبدا نطلع فيهم بالباتير، بالباتير ولا بالبيتران كيما تبغوا. المهم واهم حاجه لازم هذيك المارغرين نحلوها ونتحصلوا على كريمه تكون خفيفه. كيما راكم تشوفوا طلعوها مليح مليح. وهذا الصابلين نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا لي الخبر في التعليقات. هنايا زدت عليهم كاس تاع سكر غلاس. الناس اللي تبغي حلو، يعني المقادير اللي زدتهم لكم مضبوطين، يجيكم هذاك هو في الحلاوه وفي البنه. تبغوا تزيدوا السكر، كاين اللي يبغي يزيد السكر ديروا حتى الكاس وربع تاع سكر غلاس. ونعاود نطلع بالباتير. هذا الصابلي يبغي الخدمه، زعما كي ديري السكر تضربي تزيدي الزيت تضربي هكا باه تنجح لك الوصفه ويجيك عليها حبه واحده وما يتكمش لكش في الفرن. هنا نبدا نطلع في هذاك السكر مع المارغرين، ونتمنى ان شاء الله كي تجربوا الوصفه شاركوني تطبيقاتكم في الانستغرام الا بغيتوا زعما. وما تنساوش ثاني تخلوا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيوه باه تعم الفائده. هنايا ديت نص كاس تاع الزيت، كاس تاع 220 مليلتر. نص كاس تاع الزيت درته في المجمد يبرد، لازم الزيت يكون بارد باه يجيكم الصابلي تاعكم شباب ومقرمش. الزيت ما نديرهش ضربه واحده، نبدا نزيد فيه بشويه وراني ندرب بالخلاط. شوفوا هنايا كي تبداو تزيدوا في الزيت هذيك المارغرين مع السكر غادي يرجعوا بيضين كانهم كريمه. ميم كي تجي تخدمي الصابلي تاعك كشغل تحصلتي على موس تالمون اللي دخلنا له كميه كبيره تاع هواء. هنايا درت الزيت ونبدا نطلع. وهذه الوصفه طيقوا تعتمدوها تاني حتى في لي صابلي بريستيج وتخرج لكم روعه. هنا راني ندرب وراني نهود في هذوك الحواشي باه يتخلط الكل. من بعد عندنا هنايا المكون السري والرئيسي في هذا الصابلي اللي هو ربع كاس تاع ماء يكون بارد. وهنا نجي نطلع نزيد في السرعه تاع الباتير ونطلع مليح 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 حتى يتضاعف الحجم. نطلعو مده تاع 2 دقائق باه ينسجم هذاك الماء مع المارغرين. هنا الماء يعوض لنا البيض. شوفوا هنايا نطلعها مليح، شوفوا هنا القوام اللي تحصلنا عليه. من بعد نبدا نزيد في الفارينه بالتدريج. هنا بغيت نقطع لكم الفيديو باش تشوفوا كامل التفاصيل. وهنا الصابلي الوصفه تاع الصابلي سهله وماهله، بصح طريقه تاع التحضير تاعو باه ما يجيكش مكمش وباه ما تصغر لكش الحبه في الكوشه وباه ما تشقق لكش العجينه لازم له ديزاستيس. هنا شوفوا طلعت مليح مليح، شوفوا الخليط كيفاش ولا مهوي. من بعد هنا نبدا نضيف في الفارينه. الفارينه على حساب النوعيه اللي راكي تخدمي بها. هنا درت الكاس الاول، وعندي هنايا غادي ندير معاه نص بكيه تاع خماره تاع الكاطو ونبدا نلم. هنا درت 2 كيسان عاد باه نبدا نلم. هنا كي تبداو تلموا في هذا الصابلي لموا غير باطراف الاصابع، ماذا بكم هذاك الهواء اللي درناه ما يخرجناش، نقعدوا دائما محافظين عليه. شوفوا هنايا نبدا نلم في العجينه تاعي. هنا غادي نزيد الكاس الثالث تاع الفارينه. وانتم دائما انا المبتدئات نوجه دائما كلامي للمبتدئات باللي الفارينه كي نقول لكم 3 كيسان ولا 4 كيسان ما تروحوش ديروهم ضربه واحده، ديري الفارينه بالتدريج وراكي تشوفي في القوام تاع العجينه. دائما نقول لكم الفارينه تختلف من ماركه لاخرى. ونبدا نجمع في العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه طريه كيما عجينه الصابلي. وبغيت نوضح بين قوسين ماذا بكم ورجاء منكم التعليقات السلبيه ماذا بكم تنقصوا منها شويه، عطوني تعليقات بناءه والتعليقات السلبيه ما كان له. هنايا نبدا نلم في العجينه تاعي كما راكم تشوفوا عجينه تاع الصابلي.
يعني نلم فيها غير باطراف الاصابع. والقوام تاع العجينه كما قلت لكم يجي كما عجينه الصابلي. هنايا خاصني شويه غادي نزيد نكمل هذه الكميه ونلم العجينه تاعي. هذه العجينه تاع الصابلي ما تريح، ما تخليها في الفريجيدير ما والو، كي تكملي مباشره روحي شعلي الكوشه تاعك وروحي طبعي وديري الصابلي تاعك يطيب، يعني ساهل ويعني في وقفه ما يشدلكمش كامل الوقت. هنايا لاباط تاعي راهي واجده، شوفوا القوام تاعها كيفاش راهي، وشوفوا كي تقسموها كيفاش تجي من الداخل، ما تجي لا معلكه لا والو. هنايا الفرينه شوفوا الكاس الرابع بقالي منه يعني نص كاس، صافي دات لنا 3 كيسان ونص تاع الفرينه. هنا نجي نحل العجينه تاعي، ديت هنايا بلاستيك غذائي ولا كيس ولا، ونحل العجينه تاعي. العجينه كما تعرفوا الصابلي ما يجيش خشين بزاف وما يجيش رقيق بزاف، الا درتوه رقيق غادي ينحرق لكم بالخف الكوشه، واذا درتوه غليظ غادي ما يجيكمش شباب، الصابلي يبقى صابلي. هنا حليت العجينه تاعي، انا ديت هذا الطابع على حساب الطالب تاع الزبونه، ونجي هنايا نقطع الشكل اللي رانا باغيينه. وهنايا دائما الصابلي كما تعرفوا طيبوا حبه بحبه، يعني على حساب الحبات المبلعين والحبات اللي فيهم الفراغ هذاك. شوفوا هنا السمك تاع العجينه، انا غادي نكمل نحل كامل العجينه تاعي ونحطها في لي بلا، بعد نعاود نرجع لكم ونقول لكم على طريقه الطهي. هنا شوفوا الصابلي تاعنا كيفاش طاب، دخلته الفرن يكون شعلته على 180 درجه، خليته يطيب. هنا لازم يطيب لنا الصابلي تاعنا مليح باه يجينا فيه هذيك النكهه تاع الطياب، ما يجيش فين خضر كيما نقولوا. شوفوا هنا كيفاش طيبته، خليته برد، والحبات راكم تشوفوا فيهم قدامكم ما تكمشوا ما صرات لهم حتى حاجه، حبه قد اختها. هنايا الزبونه بغاتها غير بالكونفيتير، نتوما طيقوا ديروا كريمه الزبده، طيقوا ديروا اي حاجه بغيتوها نتوما، انا هنا لصقتها غير بالكونفيتير كما رانا نشوفوا. والتزيين دائما يبقى على حساب الرغبه تاع كل وحده، تبغوا ديروا شوكولاته اختيني ولا اي حاجه. هنايا بعد ما لصقته بالكونفيتير بديت هنايا كميه تاع سكر غلاس ورشيته كامل من الفوق بالسكر غلاس كما راكم تشوفوا، نغطيه مليح بالسكر غلاس. من بعد ديت كميه تاع الكونفيتير هذيك اللي كانت باقيت لي، زدت لها الباتاغون تاع الفراز ولا ملون احمر. هنا ديروا هذاك الكونفيتير هكا في لابوش وعمروا هذوك الفراغات ونخلوه ينشف ونوريه لكم جاهز ان شاء الله. الصابلي تاعنا كما رانا نشوفوا راهو واجد، هذا هو الشكل النهائي تاعو. هنايا التزيين يبقى لكم على حساب الرغبه، تبغوا ديروا نص بنص، نص ديروا له سكر غلاس، نص ديروا له مكسرات، ديروا شوكولا، يبقى لكم على حساب الرغبه. انا المهم تعطيكم الوصفه الاصليه اللي تقدروا تعتمدوها كمشروع مربح، تعتمدوها في لي كوموند تاعكم في الحلويات تاعكم، وديروها وانتوما عينيكم مغمضين. هنايا شوفوا قربت لكم باه تشوفوا كيفاش يجي، غادي نقسم لكم حبه باه تشوفوه الداخل كيفاش يجي تماما كيما اللي ديروه بالبيض، واللي ذوقه عندكم ما غاديش يعرفه نهائيا باه مخدوم. شوفوا هنايا الداخل. المقادير اللي درتهم لكم طاوني 35 حبه، نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع نهار يعجبكم. نقول لكم ما تنساونيش بجيم وبارطاج. السلام عليكم، تهلاو في روحكم.